شقري إذا أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد ما حكمت محكمة الطاس لصالح فريق الترجي التونسي بعدم إعادة إجراء المقابلة أمام الوداد، اليوم زلنا الشارع المغربي باش نسولوا بعض المواطنين شنو في نظرهم القرار اللي غادي تخرج به اللجان المتخصصة في الكاف. بقوا معنا باش نشوفوا الإجابة ديال الناس. كنظن على أن اللجنة المنظمة بالكاف على أن غتاخذ القرار الصحيح، وهو زعما يعني تتويج الوداد البيضاوي بكأس عصبة الأبطال، لأن ليس في ذلك إعادة المباراة كيف جاء على لسان الطاس. فكنتمنى على أن القرار يكون صائب تجاه فريق الوداد البيضاوي، اللي كنتمنى على أنه يفوز باللقب باش يعطي معنى منحة معنوية للاعبين في المنافسات القادمة اللي هي أربعة الواجهات إن شاء الله. وفي الحقيقة القرار هو أنا ما عجبنيش قرار ديال الطاس هذا أولا، لأنهم في الأول إن هذه مدة ديال شهر وزيادة وهما كيتماطلوا وجابوا حتى الآخر وقال لك بأنهم ما عندهم الصلاحية، يعني من الأول كانوا يرفضوا من الأول هذاك الدعوة اللي كانت. وكنتمنى أن الكاف أنها تنصف الوداد، ان كل الاجراءات كل المسائل عندهم مضبوطه، ان حتى الحكم وهذا في التقرير ديالو ما دايرش بان الوداد انسحبت من الملعب. في المعقول راه الوداد اللي راه غادي نقول مظلومه بيان سير، الوداد ما خصهاش تنكر حاشا لله، لان اول فريق هنا في الدار البيضاء راه هي الوداد، ما كاينش شي حاجه. ولو كاين الوداد الرجاء كومهم هذيك المدينه نوفيل ميدينا، هذه لونسيان ميدينا، الور نطلبوا الله تبارك وتعالى التيسير. بالنسبه للكره الافريقيه كنشوفوا فيها بزاف ديال 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 الاخطاء، عامه كاين اخطاء ديال التحكيم، كاين اخطاء ديال القضاء العداله فيها، كاين فيها الاخطاء ديال جميع ديال التسيير ما كايناش، شي حوايج اللي هما مهمين في الكره ما كاينينش، هذا في عمق الموضوع. ولكن بالنسبه الى كنشوفوا بحال هذا الشيء كيوقع الاخطاء، وكتشوف في الشاشه قدام امام الملا وامام العالم، وكتشوف الاغلاط، وكتشوف سميتو وكتنصف واحد مثلا الفيفا قالت لك ما كاين والو، ومشى سميتو عطات الاتحاد الافريقي باش يدير المسائر ديالو، وفي الاخر قرروا بنا غيتعاود الماتش ما غيتعاودش الماتش. اذا واحد القرار صارم في الاتحاد الافريقي ما كاينش، فهمتيني. وبالنسبه للكره الافريقيه كتبان لي غاديه لواحد الهاويه، وكتفقد الثقه في الجمهور ديالها وفي الناس ديالها وفي الرياضيين اللي هما رياضيين ديال بصح واللي كيعشقوا كره القدم. هذا هو الراي ديالي انايا في هذا الشيء كلشي، وكنتمنوا التوفيق للوداد البيضاوي وعندها جمهور ديالها، وان شاء الله حنا كنساعدوها حتى الاخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. هي بالنسبه لهادشي المشكل الوداد ديال الكاف، كنظن ان الكاف خاص يكون نزيه وخاص تكون الشفافيه والمصداقيه، وكنظن الماتش خاصو يتعاود ولا اما يتعطى اللقب للوداد. ولكن الكاف كتنقولوا حنا كتدخل وكتخرج في الهضره، كنظن ان غادي تكون ربما تقدر تكون تلاعبات في هذا الملف هذا، وكنظن تقريبا كنعطي تقريبا واحد 80% يمكن تقدر الترجي يقدر يمشي يقدر يتدي اللقب. هذا الشيء اللي كنظن انا على حسب القرار ديال الكاف ما بين الوداد والترجي. حنا كنقولوا من الاحسن يعني الكاس يكون ديال الوداد، ما كاين لا اعاده المباراه لا والو، ولكن في الصحف انه تذكر ان المباراه غتعاود جنوب افريقيا، قلنا ما كاين باس يعني حنا قابلين. ولكن دابا هي ولات دابا ولا راي اخر، ان الكاف كتمنح ان الترجي يعني هي اللي غتستحق الكاس. حنا يعني هذا كيبان بان كاين تلاعبات، وحنا كنتنكروا هاد الجامعه الافريقيه بان غير يعني في الكفاءه ديالها، وانا ما كتستحقش تكون ان هاد الجامعه اصلا تكون جامعه فعلا. حنا بحال دابا ولينا كنعتزوا بالجامعه الاوروبيه، علاش؟ على كتشوف التلاعبات يعني ما كتبقاش عندك شي ثقه في الجامعه بالكل. إذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا في الأغلبية ديال المواطنين قالوا على أنهما ما واثقينش بشكل كبير في قرار اللي غادي يتاخذوا الكاف، ولكن رغم ذلك فهما كيتمناوا على أنها الكاف تنصف فريق الوداد وتعطيه لقب الدوري الإفريقي. لهنا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.